أبو زياد في لواء الكورة، أيضا اليوم مع زهر الرمان مع الجولينار. الحمد لله السنة هاي موسم خير وبركة. بتلاحظوا معظم عناقيد الرمان الجولينار تحمل 5 إلى 6 أنواع أو أزهار من الرمان، ثمرات. وكمان ما شاء الله في حركة كبيرة من النحل على أزهار الرمان الجولينار. إن شاء الله راح يكون هذا السنة هاي موسم خير وبركة، حتى أنه في بعض الثمار عقدت يعني الحمد لله، وخاصة مع الظروف المناخية اللي جاءت مناسبة وكميات كبيرة من سقوط الأمطار. نعمل من الله عز وجل أن يكون هذا الموسم موسم خير وبركة على الجميع، ونتمنى إن شاء الله أن يكون الموسم الزراعي موسم خير وبركة لكافة المزروعات في بلدنا الحبيب.